والسنبلوك السنبلوك وايد مهم. نرجع حق العناية. السنبلوك وايد مهم دكتورة مثل ما قلتي، يعني السنبلوك وايد مهم. بس يمكن يعني عادة النساء ما عندهم مشكلة، يعني أكثر النساء يستخدمون بالفعل الواقي من الشمس ويحاولون أنهم ما ينسونه في أي طلعة لهم، خصوصا في الفترة النهارية. مشكلة وين؟ عند الرجال أكثر شيء، والأطفال خصوصا الرجال يقول لك يعني أنا ريال بحط لي مستحضرات تجميل، يعتبرها يمكن مستحضر تجميل. فشلون نقدر نقنع الرجال وأيضا الأطفال ضرورة استخدام هذه المستحضرات اللي يعني تحول دون الإصابة بأمراض الجلد؟ طبعا بالنسبة للنساء الصن بلوك الحين صار في الميك اب، حتى لما تحطين الحمرة في الشفايف الفاونديشن كل شيء صار فيه صن بلوك. بالنسبة حق الأطفال هو تعود، هو المفروض الطفل من عمر الشهرين وفوق نبتدي احنا اذا تعرضناه للشمس نعطيه صن بلوك خفيف. الحين الصن بلوك مو بس كريمات ولا لوشن، في بخاخ صحيح، فالطفل يحب البخاخ. الرجال كذلك لازم يتعودون على السن بلوك رقم واحد. رقم اثنين ممكن القبعات، لما يطلعون بالشمس لازم يلبسون القبعات الدائرية اللي تغطي تسوي شادو أو شيد. زين، هاي واحد. رقم اثنين النظارات الشمسية، لأن تلاقيهم حوالين المنطقة هذه يصير جفاف حوالين العين، فالتجاعيد تزيد. تلاقيهم عمرهم بالعشرينات بس صاير عندهم تجاعيد حوالين العين، هاي مو تجاعيد، هذا جفاف بسبب الشمس. لذلك السن بلوك وايد مهم وتعود هو. حلو، يعني الطب تطور والتكنولوجيا ايضا يعني صارت شريك للطب. فدكتوره انا بعرف يعني ما هي الوسائل الحديثه اللي خلينا نقول معالجه مشاكل الشمس بشكل عام، سواء كانت حروق او بهاق او تصبغات جلديه حتى. في التكنولوجيا طبعا دخلت لعبت دور هالايام عندنا ويا الامراض الجلديه في حل علاجات الامراض الجلديه. عندنا مكاين تسوي هايدريشن، تسوي ترطيب، تسوي بريشر، نحط بريشر على الجلد، نفتح المسامات، ندخل الترطيب وندخل الفيتامينز اللي تحتاجها البشره. نعم، وبعدين تتسكر المسامات ونسوي اقنعه فيها ترطيب، وعقبها المريض يستعمل الروتين ماله من مواد الترطيب اللي يستعملها يوميا. نعم دكتورة، طيب شنو المضاعفات اللي ممكن تصير حق البشرة لو شخص أهمل أنه هو يستخدم كريمات الوقاية وغيرها من المستحضرات؟ مثل ما حضرتك عارفة الشمس هذه فيها UVA UVB UVC. زين، UVA هذه تسوي ايجينج، إذا تعرض لها الشخص تسوي ايجينج وتسوي تصبغات. UVB سطحية فتسوي بيرن، حروق. اوكي، فلازم الروتين انه يستخدمون ترطيب بحيث انه يصير عازل. صح. غير الترطيب لازم دائما الملابس مالتهم تكون فاتحة في الصيف علشان تعكس أشعة الشمس. الناس اللي يلبسون النقاب تلاقينها تقول انا شفت في احد التقارير يقولون ان انا الحين ما احتاج صن بلوك لان انا لابسه نقاب. لا، هو النقاب لونه اسود بالعكس يمتص الشمس. فانا اقول انصح المرضى المنقبات انه يسوون فلتر، يحطون بطانه بيضة تحتها اذا هي ما تقدر تشيل النقاب، طبعا تحط البطانه هذه تحميني بالاضافه حق الصن بلوك اللي بتستعمله. صح، حتى في السياقه يعني اللي تلبس قفاز في القفاز لازم يكون لونه ابيض، يلبسون قفاز اسود بالضبط، يمكن هي فلت عن هالشغله. بس دكتوره يعني انا عندي سؤال الحين، مثلا شخص تعرض للشمس وتعرض لحروق مثلا، ما هي المضاعفات اللي انتم يعني كاطباء جلد تخافون من ان هذا المريض يعني يصاب فيها سواء الحين او مستقبلا؟ بالنسبه حق الحروق، اي نعم، اي طبعا لازم يكون دائما الشخص اللي بيسافر في اماكن مشمسه او بيتعرض للشمس لازم جنطته مالت يعني يروح حق طبيب الجلديه. صحيح. او يروح الصيدليه ياخذ الكريمات مالت الحروق اللي هي الحمايه قبل ما يصير عند الحرق، وكذلك عقب الحرق، لان بعد لو ما عالجنا الحرق على طول ممكن يصير في مضاعفات اللي منها الاسمرار. وكذلك يصير عندهم مثل فقاعات، وفي ناس يصير عندهم تصبغات تظل لسنه تقريبا. صحيح دكتوره حنان، يعني
يمكن احنا تكلمنا من شوي عن التكنولوجيا وش قد هي دشت الحين في علاج الجلد والبشره، بس دكتوره يعني لما الشخص المريض يلجا لدكتوره عشان تعالجه ممكن يا بتستخدم معاه الاجهزه والتكنولوجيا او ممكن تستخدم معاه الادويه او احيانا يلجؤون لبعض العمليات، فشنو الطريقه الانسب والافضل؟ هو طبعا لازم اول شيء نشخص الحاله، اذا كانت فطريات نشوفها بالأجهزة فعلا هي فطريات نبتدي، لأن أحيانا أتي البيشنت مثلا عندها فطريات ومعالجة على أنها تصبغات، فلازم بالأجهزة الليزر هذه نكتشف نشوف أنها هي فعلا فطريات ونعالجها بالكورس مال العلاج بالحبوب صحيح وبالكريمات، وبعدين حق التفتيح نبتدي ندخل هني الليزر. نعم دكتوره، في الفتره الاخيره صار في وايد نساء يلجؤون للعيادات الجلديه لامور اخرى مثل البوتوكس والفيلر مثلا لعلاج التجاعيد حول العين او الرقبه والى اخره، ممكن ان هذه الامور ايضا اذا مثلا لجأنا لها وتعرضنا للشمس ممكن ان الحاله تزيد سوء، او ممكن ان هذه المواد ما تظل او ما تعمر تحت الجلد مثل ما هذا صحيح. المفروض ان احنا لما درسنا عن الفيلر والبوتوكس، المفروض البوتوكس يقعد 3 شهور ونص إلى 4 شهور، الفيلر يقعد لي تقريبا 9 أشهر إلى 12 شهر، بس بما ان احنا قاعدين في بلد مشمس نتعرض وايد للشمس، وغير ذلك في ناس تدخن، الشيشه والتدخين بعد ياثر على يقصر عمر الفيلر ويقصر عمر البوتوكس، فتشوفين البوتوكس ما يقعد اكثر من 3 شهور او 3 شهور ونص، خصوصا عند المدخنات وعند اللي يتعرضون للشمس او يتعرضون دائما للحراره. نعم الفيلر كذلك مدته 4 أشهر إلى 6 أشهر. دكتوره حنان، احنا يعني وايد تكلمنا عن البشره، بس نبي نتكلم ايضا عن الشعر، ايضا يمكن الجو والرطوبه وغيرها تاثر في الشعر وتسبب يعني جفاف او تقصف او غيره. يا حرام مسكين الشعر. بالفعل يتعب الشعر من الجو ويمكن حتى من اشعه الشمس، فدكتوره شلون نقدر نعالج هذا الموضوع؟ في فتره الصيف لازم، هي في تساقط موسمي يصير قبل فتره الصيف، فلازم نهيئ نفسنا، لازم ناخذ فيتامينز خاصة بالشعر 2 إلى 3 مرات باليوم، في زيوت معينة لازم نستعملها خصوصا حق فروة الرأس وأطراف الشعر. صحيح. الناس اللي تروح تسبح مثلا لازم تحط حق أطراف الشعر، لازم تحط زيوت معينة بحيث أن دائما تشوفين أن الشعر هذا بعد السباحة، لأنه يتعرضون لمواد في المسابح وكذلك الأملاح اللي موجودة في البحر يتعرضون لأملاح زايدة، فتشوفين الشعر يصير باهت، لازم يحطون زيوت خاصة وقت التعب. طبية طبعاً ولا؟ لا طبية. طبية. عشبية وطبية. جميل. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهاية فقرتنا الصحية واللي خصصناها للحديث عن المشاكل الصحية المنتشرة في فصل الصيف. كانت معنا الدكتورة حنان معرفي استشارية أمراض جلدية. شكراً دكتورة. شكراً يعطيك العافية. الله يخليك. حياك الله. مشاهدينا وقبل ما ننتقل معاكم لمطبخ هلا بحرين ونشوف طريقة طبقنا من الشيف يوسف، خليكم مع أسعار